وللحديث أكثر عن احتجاجات المحاضرين المجانيين في عدد من المدن والمحافظات ينضم إلينا عبر الهاتف من ذي قار ميثم علوان، وهو أحد المتظاهرين من المحاضرين المجانيين. أهلا بك ميثم، يعني في البداية في كل تظاهرة احتجاجات المحاضرين المجانيين اتسعت لتشمل عددا من المدن والمحافظات في العراق، بداية إلى ما ترجع اتساع رقعة الاحتجاجات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك سيدي العزيز وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. أما بالنسبة للمحاضرين وبالنسبة للاعتصام يا سيدي الفاضل، هذه حقوق وليس درجات، هذه حقوق يجب على الدولة أن توفرها. إحنا هناك شريحة تربوية نقدم خدمة للبلد وأهم خدمة للبلد. نعم، في كل تظاهرة سيد ميثم، وكما تعلم في كل تظاهرة للمحاضرين المجانيين أو الخريجين المطالبين بالتعيين، تتعامل القوات الحكومية الأمنية معها بعنف. السؤال هنا، كيف تعاملت القوات الأمنية مع تظاهرات اليوم؟ القوات الأمنية في محافظة ذي قار كانت منصفة للأمانة، كانت منصفه الى ابعد من، لكن الامر ما يتبع القوات الامنيه، احنا قضيتنا اداريه، احنا ناس شريحه تربويه نقدم خدمه للبلد. الحكومه المركزيه تتعامل ويانا بالتهميش، بلغه التهميش، هل يعقل ان الحكومه المركزيه تعطي منح للدول بكذا مليون دولار، كذا مليار دولار للدول المجاوره وابنائها يفترشون الارض؟ هل يعقل هذا؟ نحن نطالب بحقوقنا، نحن نطالب بالحقوق، والحقوق واجب الحكومة توفيرها، ليست رجاء. نحن شريحة تربوية، نحن لن نذهب إلى المدارس بلغة الفائض. لكن سيد ميثم، الحكومة تقول إن الموازنة لا تسمح بوجود درجات وظيفية للخريجين، برأيك وفي ظل الموازنة المليارية التي تحدثت عنها، هل تعتقد أن الأزمة في توفير الموارد؟ اخي الكريم، احدث العقل لا يعقل صدق فلا عقل له. الموازنه ما تتحمل اعدادنا، يعني بس تتحمل الموازنه اعطاء المنح للدول كذا مليار دولار، هل والموازنه بنفس الوقت كل مسؤول او عضو برلمان عنده كذا عدد من الحمايات الفضائيه وتصرف رواتبهم؟ هل من المعقول؟ إضافة إلى ذلك، الحكومة المركزية، الحكومة المؤثرة اللي هي أصلاً عادنا القطاع الخاص، إحنا ما عندنا وسيلة غير التدريس، إحنا الخريجين ما عندنا أي باب غير التدريس، لأن القطاع الخاص معدوم، لو وجد هناك القطاع الخاص اتجهنا إليه، لكن الحكومة المركزية لا وجود القطاع الخاص بوجودها. إلى سؤال جديد سيد ميثم، يعني عراقيون كثيرون يرون أن الحكومة تنفق على القوات الأمنية والميليشيات وحراسات الوزراء المليارات. السؤال هنا، لماذا برأيك لا يتم ترشيد هذه النفقات بحيث يستفيد منها أيضا الخريجون والمحاضرون المجانيون؟ سيد الفاضل، اليوم الخريج يدرس كذا سنة ويجتهد لكي يحصل على قوت لعائلته، لماذا هالتهميش؟ لماذا هالتهميش؟ هل يعقل؟ اضافه الى انه كل مسؤول كذا عدد من الحمايات الفضائيين اللي حتى ما يداومون ويصرفوا لهم رواتب بمبالغ، يعني مبالغ ارقام جدا خياليه. يعني هاي ما تاثر على الموازنه، شريحه الناس التربويين تاثر، احنا نطالب بحقوقنا. احنا نطالب بحق، والحق واجب توفير الدوله، احنا مو نترجى رجاء. واليوم جلسه رئاسه الوزراء مستغرينها، احنا وعندنا خطوه تصعيديه بعدنا، اذا ما سوينا حل، الكل المحافظات متفقه على هاي الخطوه التصعيديه. طيب الى اي مدى ترى ان التظاهرات والاعتصامات يمكن ان تشكل ورقه ضغط على الحكومه في بغداد وبالتالي توفير درجات وظيفيه لكم؟ حاليا السلاح الوحيد التظاهرات، التظاهر السلمي. احنا شريحه تربويه، ما عندنا غير القلم، احنا غير القلم والكتاب ما عندنا، التظاهر السلمي. نعم. وحاليا هو السلاح الوحيد إن للضغط على الحكومه المركزيه.
من ذي قار كنت معنا عبر الهاتف ميثم علوان، أحد المتظاهرين من المحاضرين المجانيين، شكرا جزيلا لك.